ده السؤال، لانه الحقيقه لما نيجي نتكلم نقول لهم يا جماعه طب انتوا بتقول النادي الاسماعيلي مطلع بيان بيقول انه الاهلي تعادل بضربه جزاء مشكوك فيها بشهاده خبراء التحكيم، ومعرفش جابوا شهاده خبراء التحكيم المهندس يحيى الكومي ده منين. هل يا باش مهندس يكفيك رد خبراء التحكيم كلهم ولا لا؟ مبدئيا مش هنجيب راي اي حد اهلاوي ما دامت الغزاله رايقه والعداله غايبه. ينفع رد الكابتن احمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدرب الاسماعيلي السابق، نشوفه. طبعا في انفعال من المهندس يحيى الكومي رئيس النادي، لكن انا راجل مش بتاع تحكيم، وانا بقول لكم محدش يزعل مني، يعني محدش يزعل مني. الكره ضربه جزاء، الكره فيها اهمال من احمد عادل عبد المنعم. احمد عادل عبد المنعم طالع متاخر، والراجل حسام حسن قطع من وراه لمسها، بعد كده اي كونتاكت بينالتي، اسمه ان ده اهمال من المدافع او من الحارس. قصده بقى مش قصده، القانون خلي بالكم ما بيقولش قصده ولا مش قصده. انا بقول لكم يا جماعه والله يعني بدون اي تحيز لاي حد، الكوره ضربه جزاء ما فيهاش كلام. والكوره بتاع باهر المحمدي الراجل طالع انذار تاني وطرد. انا بقول لكم رايي بصراحه. طب اقول لكم حاجه، عشان ربنا هو اللي بيسوق، الاهلي اتظلم قبل الكوره بضربه الجزاء دي بثانيتين. شوفوا الكوره بتاعت ابننا اللي رقص من فوق المدافع، اتعمل معاه فاول ما اتحسبش، فراحت الكوره في اتجاه حارس مرمى الاسماعيلي. لو اتحسب الفاول ده ما كانش ضربه الجزاء دي جت. يعني لو الحكم عايز عايز يتحيز كان حسب لنا الفاول ده. لا مش كده بس، كان حسب الطرد بتاع باهر محمدي. طب ما هو ما حسبش الكلام ده. طيب ما حبيناش نجيب راي الكابتن احمد شوبير يا باشمهندس كومي، جبنا راي الكابتن احمد حسام ميدو، لان قلنا لك مش هنجيب حد اهلاوي، ورحنا لخبراء التحكيم اللي بيان النادي الاسماعيلي قال انه بشهادتهم الاهلي كسب بمنالتي غلط. نشوف الكابتن سمير عثمان. اول حاجه نوقف هنا الكره، اما نيجي نبص هنا في الخطا، الخطا هنا تم، الخطا اهو هنا في الحته دي، الخطا هنا دي في الرقبه، الرقبه والوجه من المناطق الغير محميه. تمام، الكره دي اول حاجه مش طرد، وهي مش اهمال، هي تهور. ليه التهور؟ عشان خبطه في رقبته. تهور يعني حاجه بسيطه جدا، انذار. يعني الراجل ده عنده انذار، يعني الحكم يصفر شايف الكره يديله الانذار الثاني ويطرده بره. تمام، بعد كده نيجي لذكاء لاعب، ذكاء لاعب في احتساب ركله الجزاء. الكره كانت في متناول حارس المرمى رايح لها، بس حسام حسن مد رجله فبطريقه لا اراديه احمد عادل عبد المنعم خبط رجل حسام حسن. لا اراديه دي تتحسب ولا تتحسب يعني زمان هو يقصد ولا ما يقصدش؟ برضه يقصد وما يقصدش اتلغت بقى لها 12 سنه. عشان كده القانون عمل ثلاث حاجات، قال لك اهمال، انا بلعب بطريقه اهمال مش هدي فيها كروت، انما لو فيها تهور بلعب الكوره وبخبط الخصم بتاعي، بس انا مش خايف على سلامته، عشان كده القانون قال لك تهور يعني كارت اصفر. لو بستخدم قوه زايده هي دي بقى الاحمر. عشان كده يا كابتن حسني التعمد ده خلاص انتهى. طبعا هو رايح ياخد الكوره، حسام طبعا ذكي مد رجله شيء لا ارادي بطريقه عفويه، التلاحم ده خلاص هيبقى فيه ركله جزاء، ركله جزاء سليمه 100%. تنفيذ اللعب من ضمن الحاجات المهم. نقف هنا، نقف ده اللي جاب الجول، خلي بالك ده اللي جاب الجول اللي احنا معلمين عليه ده، هنعمل عليه اشاره حمراء لو الكره اتصدت من حارس المرمى وده دخل قبل تنفيذ ركله الجزاء. تعال. هتبقى لا تبقى سليمه، ركله حره غير مباشره. ركله حره غير مباشره، بس لما نيجي نبص هنلاقي احمد لعيب نادي الاهلي دخل في وقت مظبوط، نعمل بلاي للكره نشغلها عادي، دخل بعد التنفيذ احرز الهدف، كان قرار سليم. مباراه مليئه بالاحداث، محمد صباح النهارده طبعا هنا في مطالبه للنادي الاسماعيلي ركله جزاء، ما جاتش في ركله جزاء، جت في صدره، كان قرار سليم. مسألة مشروحة واتفق عليها بقى ادي ميدو والكابتن جهاد جريشة، كابتن حسام سمير عثمان، كابتن جهاد جريشة، لانه الحقيقة ميدو اتصل بالكابتن جهاد جريشة. ادي الضربة يا باشمهندس اللي انت كنت عايزها.
بصوا من هنا تاني والنبي ارجع بس ثانيه واحده، ثانيه واحده بس لابننا ده بتاع 2004 اللي رقص ده اهو. اهي شفت الكوع اللي في وشه قدام الحكم الرابع، خد بالك تاني. ها يا ابني شغال الشاشه دي بس، خلاص كفايه. وكابتن احمد عادل اهو ده ده عايز الاولانيه انت. ده احمد عادل عبد المنعم رجع عرف ان ضرب الجزاء يعني ما وقفش مثلا ادى ظهره زي قلت ايه اللي حصل ده. طيب استحقاق لطرد باهر المحمدي، وهل الناس تتخيل انه لاعب يرتكب هذا العنف في الدقيقه 20؟ البيان الغاضب والتصريحات بتاعه المهندس الكومي، انت متخيل انه افضل لاعب في الاسماعيلي واكثرهم خبره واللاعب الدولي الكبير وكابتن الفريق يطرد من الدقيقه 20 وما تمش طرده باجماع الخبراء؟ بس المره دي الخبراء اللي بجد، خبراء التحكيم اللي بجد. نشوف الكابتن جهاد جريش. هي تسأل انذار لان الايد في الرقبه او في الوجه في المنظر دوت تبدا تهور من لاعب الاسماعيلي وبالتالي تسأل انذار. دي اللقطه الاولانيه اللي يعني حضرتك شايف محطأ. يعني حضرتك شايف ان باهر محمدي كان يستحق الانذار الثانيه وبالتالي طرده في الدقيقه 20 بالظبط. طب اللعبه بتاع الدقيقه 90 تمام، الكره دي بنتكلم فيها في التحكيم في حاجه واحده يا كابتن ميتو. اللي وصل للكره مين؟ اللي وصل للكره هو حسام حسن مهاجم الاهلي. اي احتكاك بعد كده، اي احتكاك، اي تلامس هيبقى فيه اهمال من الحارس. يطلع بقى تلامس ضعيف، تلامس غير ضعيف. الحاجه الوحيده اللي ما يحتاجش فيها رجل جزاء في الحاله دي ان ما يحتاجش اي كونتاكت باي حال من الاحوال. فاي كونتاكت يحصل فده يعتبر اهمال. طبعا حسام ذكاؤه ان هو يعرف ازاي ياخد ركله الجزاء، ان هو خد الكوره قبل احمد عادل، وبالتالي اي تلامس بيحدث الحكم غصب عنه يحصل ركله جزاء. واللقطه فعلا بالمنظر ده لازم ركله جزاء. وبالتالي التلامس ده يطلع ضعيف، يطلع قوي، يطلع ايا كان، هو ده اهمال، والاهمال يعاقب بخطا على الحارس وركله جزاء صحيحه. يعني الصوره واضحه جدا وهو ساند وبعد كده نام عليه يعني. بس وقعت الطرد لانه ده الناس برضو اللي ما اتكلمتش فيها، هو علشان بس لانه اتقال من ضمن الاحتجاجات هو ليه الحكم ما راحش للفيديو في ضربه جزاء الاسماعيلي ولو كانت للاهلي كان راح. يا جماعه احنا بقالنا اكتر من موسم وده تاني موسم بنستخدم تقنيه الفار. المفروض الناس اللي بتتكلم وللاسف اللي بيتكلموا يا اما لاعب كوره يا اما اعلامي يا اما رئيس نادي زي المهندس يحيى الكومي. لو كان الاهلي كان راح الحكم للفيديو. الحكم ما بيروحش للفيديو بمزاجه، عشان نبقى واضحين او للاسف نفكر ونقول انت لو عندك قرار في حكم الفيديو مختلف عن قرار الحكم اللي في الملعب بتنبهه في اربع حالات، يا طرد يا تحديد اللاعب، انت اديت انذار للاعب غلط فبالتالي بيحدد لك هويه اللاعب المعاقب، او خطا يستوجب الكارت الاحمر، الاحمر مش الاصفر، او احتساب الهدف او الاوفسايد. دول الاربع اخطاء اللي الحكم لو حكم الفار شاف اي وقعه منهم بينبه الحكم. طب الحكم يعمل ايه؟ الحكم ممكن يقول له لا مش هشوف والصفاره تحكم ورايه حق من حقه، وممكن ياخد براي الفيديو مباشره ما دام الفيديو متاكد وهو عنده استعداد يسلم بدا، او يعمل تشيك فيديو ويطلع يشوف بنفسه ويقرر بعد كده بناء على رؤيته. انما مش هي مش سهله كده وهالليله اطلع شوف. وحتى بتروح يعني للاهلي، بيروح للاهلي لانه الحكم الفار قال له في خطا مختلف عن قرارك. هو الفار اكد له على صحه قراره، انما لو القرار واحد. والكابتن عصام عبد الفتاح عشان تلحق تاخد الادهش بقى ان ان رئيس لجنه الحكام يقول ان اللي اتظلم في الماتش ده هو النادي الاهلي. نشوف الحقيقه بقى النادي الاسماعيلي اللي الحقيقه قريته الحقيقه صعب جدا. اولا بيقول تحكيم فج، بيقول لازم يتحقق مع الحكام، بيقول الحكام دي ما نشوفهاش، ده مش من حق النادي الاسماعيلي يقول هذا الكلام. فدي اول شيء يعني، ولكن انا شايف ان البيان بعيد تماما عن الحقيقه يعني.
تماما عن الحقيقه. بكلمك بكل امانه يا كريم، انا طبعا ركله الجزاء شفنا المحللين النهارده حللوها وقالوا ان هي ركله جزاء. خلينا نتكلم لو في اخطاء يا كريم، ده في اخطاء تانية ممكن حصلت ضد النادي الاهلي، لو نتكلم بقى بمصداقيه، وانت عارف انا بكلمك بمصداقيه. يعني كان في لاعب في النادي الاسماعيلي يستحق انذار، وكان ممكن يكون الانذار الثاني واتطرد في الشوط الاولاني. طيب كابتن عصام بيؤكد ما قاله كابتن جهاد و وميدو وسمير عثمان، قالوا لو كان في اخطاء حصلت هنا، هنا مش في قناه الاهلي، هو مش بيكلمنا، ده بيكلم كريم حسن شحاته. يعني بيقول له ده لو كان في خطا حصل فهو حصل للاهلي، كان الاهلي هو اللي يستحق. كل دول في الظلم في عدم طرد باير المحمدي في الدقيقه 20. اسمع، طب مش عايز تشوف الاذاعه برضه؟ لا الاذاعه علشان هلخصها لكم، الكابتن احمد الشناوي كان على التليفون مع الزميل ابراهيم فايق في الاذاعه، قال له انه باهر المحمدي كان يستحق الحصول على الانذار الثاني والطرد. برضه اجتمع او اتفق الكابتن الشناوي مع الكابتن عصام عبد الفتاح ومع الكابتن جهاد جريشه ومع الكابتن سمير عثمان ومع احمد حسام ميدو، الكل اجمع على انه رقم واحد ضربه جزاء الاهلي سليمه 100%، رقم اثنين انه باهر المحمدي كان يستحق الطرد من الدقيقه 20، لكن الحكم اللي الخطا حصل قدام عينيه واللي الفار لما استدعاه استدعاه عشان يقول له ده لاعب يستحق الكارت الاحمر. طب يا راجل الفار بيقول لك يستحق الاحمر، تقوم انت ما تديلوش حاجه خالص حتى الاصفر كاضعف الايمان؟ لانك انت لو اديته الاصفر هو اوكي عنده اصفر فكان هيطرد، فانت متخيل ان الحكم يتغاضى عن طرد لاعب، الفار بيقول له اطرده مباشره فيبطل حتى يديله كارت اصفر في الدقيقه 20 من البدايه. يعني في 70 دقيقه الاسماعيلي كان هيلعبها ناقص اهم لاعب عنده، وبعد كده يتقال اصله الاهلي اتجامل واصله ما اعرفش ضربه الجزاء ايه. يعني كابتن عصام قال لو في حد كان اتظلم في هذه المباراه فهو الاهلي بالتاكيد. كابتن احمد الشناوي وضح المساله في خصوص وقال ان انا بتعجب من اسلوب النادي الاسماعيلي بالاعتراض على قرارات التحكيم واصدار بيان هل ضربه الجزاء لها وقت معين لكي يتم احتسابها، وده برضه سؤال منطقي. انت ارتكبت خطا في الثواني الاخيره، ما هي تتحسب بنالتي زي ما كنت تتحسب كورنر او تتحسب اوت، ده جزء من القرارات اللي داخل الملعب ما دام في الوقت القانوني للمباراه. السنه اللي فاتت وانت متقدم 3-1 على الجون اتحسب في اخر ثانيه عليك ضربه جزاء. صحيح، لكن الحقيقه اللي كان مهم في المساله ديت